السلام عليكم. انت شوف خويا دابا واقفين هنا بلاتي انا مشغول السي الزباوي غتشوف مع الاخ تعال السي نوضي تعال تعال المندوب مالو مخلينا تصريح جوج دقائق واقفين دابا شنو الاسباب هاد الوقفه كانت على اثر عدم المندوب مالو مخلوع الوقفه كانوا قرروها الاخوان على اثر عدم الالتزام ديال المندوبيه ديال النقل بالتوصيات اللي كانت صدرت في المخرجات بعد الاجتماعات اللي كانت وقعت في العماله واللي كانت تتنص على ضروره التقيد بالماده 96 من قانون مدونه السير على الطرق والظاهر الشريف ديال 63 في حين ان لاحظنا هذه المديريه بغير كاطار اطر ديال مجموعه من النقابات انت تمثل القطاع ديال النقل الواسطه سياره الاجنسيف الاول والامناء ديال القطاع في هذا الاقليم ديال خريبله اللي فقط اللي تنطالبوا هو التفعيل بعض البنود ديال المدونه خاصه الماده 96 والجزء الشطر الثاني منها تفاجئوا ان تنصيبوا ان قرارات اللي يمكن ان معطيين صلاحيه السيد المدير انه يعطي قرار ديال توقيف رخص السياقه لمده ديال 3 اشهر فتفاعلت مع هذه القرارات مع بعض الممتهنين ديال النقل السري في حين انهم غدوا الطرف على الناس ديال سائقي سيارات حافلات النقل المزدوج اللي ما تلتزموش بالمسار ديالهم وفي الزياده في عدد الركاب والقانون تينص على انه الوقت اللي تتزاد على بلاصه لا 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 العدد ديال الركاب اللي خاص الواحد طبقا للقانون ينقلهم تيتم السحب ديال الرخصه ديال السياقه ديالو لمده تتقدر توصل الى 3 شهور قرار من عند الاداره في حين ان انت تتفاجئوا لحد الان رغم كل هذه الخروقات اللي كاينه في هذا الاقليم ان المدير ولو قرار واحد ديال سحب ديال الرخصه ديال السياقه لشي نقل مزدوج ولا شي حافله تتقوم بالنقل الجماعي للاشخاص وهي تتجاوز العدد القانوني المسموح به اذا هاد القوانين اللي هي واضحه ما تتخضعش حتى للتاويل حتى السيد الوكيل السيد الوكيل ديال الملك بالمحكمه قالوا دي غادي ندير اللي عليا على انني نجمع الناس ديال الامن والدرك ونطلب منهم انهم يتقيدوا بهذيك الماده لكن المدير تنشوفوا بان هذه المديريه غايبه تماما اللي غايه في نفس يعقوب وما ملتزمش شنو هي الغايه في نفس يعقوب شنو هي الغايه بغيناك توضح الراي العام ربما ما عنديش انا باش عندي شي ادله واضحه وانما ما يقال وان كان بعض الظن اثم اذا فالكثير منه لا الاشاعات ما منه هذا هو اللي نقول انا ريحتوا معاه ريحتوا ما كاينش طريحه كانوا مجموعه ريحتوا مع مسؤولين مجموعه من الاجتماعات مجموعه من الوعود اللي كانت تتنص على انهم غيديروا المراقبه على مستوى ولاد عزوز ومستوى ديال الفاسيس وكانت توصيات وعندنا نسخ من المحاضر ديال اللي كانت وقعت في العمل بحضور السيد العامل تلتزموا فيها الناس بضروره ديال التطبيق ديال القانون وباحترام المسارات في حين ان تنتفاجئوا بان هاد الناس تيحميوا هذوك النقل المزدوج لغايه في نفس يعقوب لان كما قلت ان كان بعض الظن اثم فان الكثير من الظن مشروع علاش هذوك الناس تتوفر لهم الحمايه الكامله مع العلم انهم شدوا رخص ديال النقل بدون احترام للمبدا ديال المساواه ديال لا ديال تكافؤ الفرص الا ديال واحد الدراسه استراتيجيه للمنطقه والخصوصيات ديالها الا واحد الدراسه اصلا هي دارت على الفك العزله على العالم القروي وحنا شنا في البرلمان السيد اللي كان الوزير المكلف بالنقل تيقول بان الناس ديال النقل المزدوج خاصهم يفكوا العزله على العالم القروي وممنوع النقل يترخص ليه في طرق اللي هي دابا هذه مجرد وسائل النقل الاخرى دابا شحال غتكون فيها ديال غادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم من الجمعه للجمعه حتى يسقط هاد حتى يرحل هاد الناس المسؤولين على النقل تطالبوا برحيلهم يرحلوا لان الثقه انعدمت فيهم ولان هذيك الفوضى وهذيك السيبه اللي خلاو في المحطه راه خاصها سنين باش الامور ترجع للمجاري ديالها وتمشي الاجراءات اللي تكون هي طبقا للقانون بدون الخضوع للمطالب ديال اطراف معينه اولويات معينه كاينه وقفه دابا
شي 250 ولا 300 دابا اللي واقفه ماشي العدد تجاوز شي 200 العدد اللي هو معتصم هنا قدام المندوبيه تجاوز 200 اما العدد اللي هو اليوم مضرب على الشغل فهو تيتجاوز 400 ولا 500 سياره يعني كاين اضراب ما غاديش يشتغلوا الصباح هذا ولا النهار كله ما يشتغلوش وباغي نفتح حوار جدي بحضور مسؤولين نعم. لان الثقه في هاد الناس والوعود ديالهم راه حنا بركه منها ما حوار واش مع المدير ولا مع المندوب ولا مع شكون اللي تتوجهوا الرساله حنا اصلا الحوار اللي تنطالبوا فيه وهو ان مادام وقع حوار من قبل نعم. ومع وبحضور السيد العامل نعم. واللي كان هو الضامن ديال التنفيذ ديال هذوك نعم. المخرجات ديال القرار نعم. نعم. اذا الثقه نعاد من فهاد السيد الطلب ديالنا هو الرحيل ديال هذا وفتح تحقيق حول مجموعه من الخروقات اللي تتوقع على مستوى المحطه الطرقيه قريبا. شكرا.